هنعمل دلوقتي بقى سلطه خطيره بصراحه، واحنا طبعا معاكم على الهوا، الحقوا كلموني قبل البرنامج ما يخلص. هنعمل السلطه دي بصراحه مغذيه وفيها خضار كتير والدريسنج بتاعها بسيط وطعمها لذيذ قوي. يعني انا السلطه دي بالنسبه لي مع رغيف بلدي في جبنه فيكتا مثلا وجرجير واكلها كده بالسوكه، يا سلام يا سلام، هبقى سعيده جدا. فانتوا جربوا السلطه دي هتعجبكم قوي. ايه بقى؟ انا معايا حمص مسلوق، تمام؟ ده حمص مسلوق، وخلوا بالكم طبعا ان في دلوقتي كمان انواع من الحمص اللي هي بتبقى في العلب الصفيح، يعني معلبه زي المشروم والحاجات دي كلها، بتجيبوها برده بتبقى ظريفه جدا ما فيهاش مشكله، بتبقى اصلا مسلوقه مش هتترهقي نفسك فيها، بس ضروري تعملي حاجه فيها، تفتحيها وتحطيها في بوله وتصطفيها تحت الميه الجاريه وتصفيها، يعني ما تستخدميهاش من ميه التخزين اللي موجوده فيها في علبه الكان اللي انت شاريها من السوبر ماركت، لان دي تبقى الميه دي فيها مواد حافظه، تمام؟ فلازم نديها شطفه كده تحت الحنفيه ونستخدمها، او نجيب كيس حمص عادي خالص وميه بتغلي على النار نحط فيها بس كده رشه كمون خفيفه وننزل بالحمص الحلو ده لغايه ما يتسلق معانا، تمام كده؟ تمام. معانا بقى طماطم تشيري متقطعه نصاص، او الطماطم بتاعتنا الحلوه دي ونقطعها مكعبات مفيش مشكله. معانا بصل احمر متقطع شرايح رفيعه. معانا فلفل الوان متقطع صغير، ممكن فلفل رومي اخضر بس مفيش مشكله برضو. معانا خيار، شويه خيار كده متقطع حتت نصاص كده رفيعه. معانا كمان بقدونس مفروم تقريبا يعني مثلا معلقتين كبار كده، يعني نقول مثلا ربع ربطه من البقدونس، تمام؟ بقدونس المفروم. هنعمل بقى دريسنج لطيف جدا للسلطه الحلوه دي، عباره عن فصين من الثوم. فصين من الثوم لو احنا هنعمل كان يعني البتاع المعلبه كامله اللي هي تقريبا كوبايه كبيره من الحمص، لكن لو هنعمل كميه اقل من كده يفضل نحط فص ثوم واحد بس عشان ما يبقاش الثوم ايه لازع قوي في السلطه، ولو الثوم عندك كبير يبقى حطي فص ثوم واحد بس، ما تكتريش في الثوم، تمام؟ هنحط معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه كبيره من زيت الزيتون، او ممكن نخليها معلقتين حسب واحنا بنقلب الدريسنج كده، وملح وفلفل بس كده ولا اي حاجه تانية، والكلام الحلو ده كله بيتحط مع بعضه وبيبقى خطير. نجيب بوله هنا كده حلوه نحضر فيها الدريسنج، ونجيب هذه السباتيلا. معانا ام مصطفى. الو، اهلا اهلا، يا مساء الفل، ازيك؟ انا بحب حضرتك جدا. حبيبه قلبي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه بخير يا رب الله. دايما يا رب دايما يا حبيبتي، ربنا يخليك. عامله اكل ايه النهارده؟ ان شاء الله سبانخ ورز. نعم، سبانخ ورز. انا مش سامعه حاجه. سبانخ؟ افتحيني الباب انا جايه. يا على السبانخ دي يا حبيبتي، يا ده انا بحب السبانخ قوي، يعني مع ان انا عيالي ما بيحبوش، والجيل ده كله مش عيالي بس، لكن انا بحب السبانخ. لا ده انا جايه لك بجد على فكره، ما بهزرش. حبيبتي تسلم ايدك والف هنا وشفاء. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. قولي لي عندك اي سؤال؟ ممكن بس بعد اذنك طريقه المكرونه بالبشاميل. عينيا يا روح قلبي، احنا لسه في الفقره اللي فاتت كنا عاملين اللازانيا بنفس المقادير البشاميل والعصاج بتاع اللحمه المفرومه، فان شاء الله هقولهم لك دلوقتي حالا كده وانا بقلب السلطه. عينيا يا قمر. تمام. حبيبتي نورتيني، كلميني دايما. شكرا. اهو بصوا كده يا استاذه نوعا، ما تنزلي لنا المقادير البشاميل لو سمحتي، عشان هو ده اكتر حاجه انا متاكده، والعصاج بنعمله عادي خالص باللحمه المفرومه. انا بعد الدريسنج الحلو ده هنقوم حاطين بقى البصل. طب انا لازم احضر لكم الحاجات دي، مش عارفه اعمل ايه، البرنامج مش لاحقه اهو. وانا حطيت ملح وفلفل، حطيت صح اهو. طيب الكيكه اللي في الخلاط هقول لك عليها دلوقتي يا ام مكه، علشان ايه تبقي يعني عارفه بتتعمل ازاي، والقراقيش انا هرجع للمقادير علشان اقول لك كيلو الدقيق هياخد قد ايه سمنه بالظبط، تمام؟ وانا عايزه اقول لك حاجه، يعني احنا المقادير القراقيش اللي انا عملتها قبل كده موجوده على اليوتيوب، لو عرفتي تجيبيها، وتقريبا انا عاملاها بنص كيلو دقيق على ما اعتقد. ما تشوفي لنا كده يا استاذه نهى، هشوف هنلحق كده بسرعه ولا ايه. وبالنسبه للكيكه، كيكه الخلاط، بنجيب الخلاط نحط فيه بيضتين عليهم فانيليا، كوبايه لبن، كوبايه زيت، كوبايتين سكر بودره، تمام؟
وبنضرب الخليط ده في الخلاط 5-6 دقايق بشكل طبعا ايه شويه بشويه عشان الخلاط ما يتحرقش. وفي بوله تانية بنحضر دقيق، 2 كوباية دقيق عليهم رشه ملح وكيس من البيكنج باودر. لو عايزه الكيكه بالشوكولاته شيلي مثلا 1/2 كوباية أو 1/4 كوباية من الدقيق واستبدليها بالكاكاو، ونحط الخليط ده على الخليط ده. بنحط الخليط الدقيق هو اللي بنحطه على الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، ونقلب الكيكه بحركه دائريه اتجاه واحد علشان كل الضرب اللي احنا ضربناه لها في الخلاط ما ايه ما يهبطش، تمام. وبنحطها في صينيه فرن مدهونه وندخلها فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها من 32 دقيقه مثلا بالكتير قوي 37 دقيقه في الحدود دي، يعني لما يعدي 30 دقيقه كده اختبريها وان شاء الله تطلع خطيره وبالهنا والشفاء. والقراقيش هقول لك اللي هحسبها لك بالظبط عشان الدنيا تظبط معاكي، او تعالوا نعملها يا استاذه نهى الاسبوع اللي جاي. انا هعمل الاسبوع اللي جاي القراقيش بالسمنه عشان خاطر ام مكه، اتفقنا كده؟ ان شاء الله. الحلقه خلصت اهو، خلاص هغرف اخر حاجه. حاضر، السلطه الخطيره دي بصوا شكلها عامل ازاي، يفتح النفس اهو كده اهو. ان شاء الله تجربوها يا رب وتعجبكم باذن الله كده اهو. الحلقه خلصت وعمالين من بدري يقولوا لي يلا يلا يلا. عملنا اول وصفه مع بعض، وصفه اللازانيا، وصفه سهله جدا، لازانيا باللحمه المفرومه، عملنا لها صوص بشاميل خطيره وسهله وظريفه وطعمها حلو، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والوصفه الثانيه سلطه الحمص الحلوه دي مغذيه ومفيده، وشويه الخضار الحلوين اللي فيها دول مخليين طعم السلطه مش قادره اقول لكم. في سلطات كده بتبقى مايعه وطعمها مش حلو، لكن دي في قلبي، جربوها وهستنى رايكم.